ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من إدلب مراسلنا أنس تريسي. مرحبا بك معنا أنس. إذن صفقة التبادل، تبادل أسرى النظام 1500 أسير مقابل إخراج مسلحي ومدنيي كفرية والفوعة والذي يبلغ عددهم 6900، توقفت بسبب أن النظام أضاف شرط وهو إطلاق سراح معتقليه في مطار أبو ظهور العسكري. ردة فعل تحرير الشام حتى اللحظة عن هذه النقطة أو هذا المطلب؟ نعم أحمد، يعني في الحقيقة الملف متوقف بشكل مؤقت. طبعا الإيقاف أتى من قبل النظام كونه أقحم ملف آخر في هذا الملف، وهو ملف الأهالي المتواجدين في جنوب سوريا وتحديدا يعني في منطقة القنيطرة، أقحمهم في هذا الملف وهم غير معنيين به. الاتفاق الذي جرى بين هيئة تحرير الشام والجانب الإيراني هو خروج مسلحي بلدتي الفوعة وكفرية بالإضافة إلى ذويهم وبعض المدنيين المتبقين والذين لم يخرجوا خلال الدفعات الماضية التي خرجت من بلدتي الفوعة وكفرية، بالإضافة إلى شروط أخرى أبرزها هي تسليم السلاح المتوسط والثقيل للثوار والخروج فقط بالسلاح الخفيف. مقابل ذلك أيضا ستقوم هيئة تحرير الشام بإخراج 40 معتقلا لديها من قرية أشتبرق، بالمقابل يعني ضمن الجانب الإيراني خروج 1500 معتقل من سجون النظام، بالإضافة إلى أسرى عسكريين كانوا متواجدين في سجون النظام، 40 منهم موجودين في مناطق سيطرة قوات النظام، وأربعة آخرين كانوا متواجدين في بلدتي الفوعة وكفرية. جرت الاتفاقية كما هو مخطط لها، ودخلت الباصات بالفعل إلى بلدتي الفوعة وكفرية وخرجت ووصلت إلى العيس. بعدها قام النظام بإقحام هذا الملف، ملف القنيطرة، مقابل إخراج أسرى للنظام قد اعتقلتهم هيئة تحرير الشام إبان تحريرها لمطار أبو ظهور العسكري. خلينا نتوقف فقط عن هذه النقطة أنس. طبعا النظام عندما ربط موضوع كفرية والفوعة بالقنيطرة، كيف يعني؟ نعم، كانت العملية تجري كما هو مخطط لها، ولكن بقي أربعة حافلات لدى النظام على أقل تقدير تحتوي على 200 معتقل أو 250 معتقل تقريبا، ليس لدي العدد بدقة. هؤلاء المعتقلين احتفظ بهم النظام وطلب طلبات جديدة تضاف على هذه الاتفاقية. الطلبات التي طلبها النظام أو الطلب الذي طلبه النظام هو أن يخرج أهالي القنيطرة إلى الشمال المحرر مقابل إخراج المعتقلين العسكريين الذين هم لدى هيئة تحرير الشام. طبعا يعني الصفقة التي تجري في القنيطرة أساسا لا تشمل خروج مسلحين أو مدنيين إلى الشمال، وضع هذا الشرط مقابل إطلاق سراح معتقليه في مطار أبو ظهور. تماما. فهؤلاء المعتقلين المتواجدين لدى هيئة تحرير الشام هم عسكريون اعتقلتهم هيئة تحرير الشام أو ألقت عليهم القبض هيئة تحرير الشام خلال عملية تحرير مطار أبو ظهور، وهم متى موجودون لديها وأرسلوا عدة رسائل مصورة. منذ متى معتقلين؟ لم أسمع السؤال بالشكل. منذ متى هم معتقلون؟ معتقلين منذ تحرير مطار أبو ظهور، يعني منذ ما يقارب العامين تقريبا هم معتقلون لدى هيئة تحرير الشام برتب عسكرية مختلفة، منهم ضباط برتبة عقيد وعميد، وهناك ضباط برتبة ملازم وملازم أول ونقيب، وهناك عناصر أيضا. هؤلاء هم حامية مطار أبو ظهور العسكري. طبعا لم يتم التفاوض عليهم بشكل جدي حتى الآن. لم أسمع السؤال أحمد. عددهم، عدد هؤلاء الضباط والعناصر في تابعين للنظام في أبو ظهور، معروف عددهم أنس؟ تقريبا قرابة 30 عنصر، لا يوجد يعني إحصائية دقيقة لهم، ولكن بحسب الفيديو الذي خرج أو يعني أرسلوه هؤلاء المعتقلين عبر وكالة إيباء للنظام السوري بضرورة يعني حصول عملية تبادل لإخراجهم من السجن الذين هم فيه يعني لدى هيئة تحرير الشام. هيئة تحرير الشام تطالب بعدد من المعتقلين. هذا ملف منفصل أحمد تماما عن الملفات الأخرى كملف المدن الأربعة أو قضية يعني تهجير أهالي الجنوب إلى محافظة إدلب، هي ملفات منفصلة، ولكن النظام أقحم هذا الملف، أقصد هنا ملف الجنوب وملف هؤلاء المعتقلين ضمن الاتفاقية التي جرت ما بين المفاوض
عن مناطق الشمال، وهي هيئة تحرير الشام التي فاوضت الجانب الإيراني لخروج المعتقلين، لخروج مسلحي بلدتي الفوعة وكفرية بالإضافة إلى ذويهم إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام عبر معبر العيز، أي نتكلم هنا عن محافظة حلب، ومن ثم ربما يتوجهون إلى منطقة حسياء كما يعني حصل خلال العمليات الماضية. توقفت الآن العملية بشكل جزئي. كم خرج من كفرية والفوعة وكم وصل من المعتقلين أو الأسرى لدى النظام 1500 أنس؟ نعم، خرج جميع أهالي الفوعة وكفرية بالإضافة إلى المسلحين الذين هم متواجدين في بلدتي الفوعة وكفرية. بلدتي الفوعة وكفرية اليوم الآن خالية تماما. قمنا بجولة داخل هاتين البلدتين. طبعا بقي بعض الكبار بالسن من أهالي بلدتي الفوعة وكفرية رفضوا الخروج، هم ما زالوا موجودين في بلدتي الفوعة وكفرية، ولكن الغالبية العظمى خرجوا باتجاه معبر العيس. هناك توقفت العملية، دخل إلى مناطق النظام قرابة أكثر من 1000 نسمة، وما يزال هناك دخل إلى مناطق النظام عدد كبير من خرجوا من بلدتي الفوعة وكفرية، وهناك أعداد أخرى ما تزال متوقفة عند معبر العيس بانتظار إتمام الصفقة كما كان الاتفاق ما بين هيئة تحرير الشام والجانب الإيراني. على قوات النظام في هذه الحالة أن تسمح للباقي المعتقلين الذين خرجوا الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل في الشمال، وأيضا بالمقابل ستسمح هيئة تحرير الشام بخروج باقي مسلحي وأهالي بلدتي الفوعة وكفرية إلى مناطق النظام. هنا يوجد نقطة مهمة أحمد، أن الاتفاق الذي جرى بين هيئة تحرير الشام والجانب الإيراني ينص على خروج 1500 معتقل. هؤلاء المعتقلين 1500 منهم 80% معتقلون اعتقلهم النظام منذ بداية العام 2018 وحتى الآن. نحن نتكلم عن 7 أشهر فقط كحد أقصى لكل معتقل اعتقل بهذه الفترة. 10% من هذه الأحصائية معتقلون اعتقلوا في عام 2017، و10% فقط، وهي 10% المهمة والتي تهم كل الناس، اعتقلوا في عام 2011 حتى عام 2017. أعداد ضئيلة جدا، يعني نحن نتكلم تقريبا عن ما يقارب 100 إلى 150 معتقل فقط. هؤلاء الذين اعتقلوا إما بسبب يعني تأييدهم للثورة السورية أو لمشاركتهم في مظاهرات سلمية، أو ممن حملوا السلاح ضد النظام، أو معتقلي الرأي أو المعتقلين السياسيين. ولكن باقي الإحصائية والإحصائية الكبيرة، أي نحن نتكلم هنا عن نسبة 90% من المعتقلين، هم إما موظفون يعني يذهبون من وإلى المناطق المحررة، أو أشخاص آخرون تم إلقاء القبض عليهم في مناطق سيطرة النظام. كما شاهدنا قبل قليل في التقرير، يعني غالبية المعتقلين الذين وصلوا إلى مركز المحافظة مدينة إدلب هم ممن قضوا فترة تقارب تقريبا 3 أشهر، منهم من مدينة دير الزور، اعتقل في دير الزور ووجه إلى دمشق ومن ثم وجه إلى محافظة إدلب ضمن هذه العملية. وأفهم هؤلاء المعتقلين بأنهم خرجوا ضمن عملية إخلاء سبيل. عملية إخلاء السبيل هكذا قالوا للمعتقلين بعفو، ومن ثم أرسلوهم إلى شاهدنا في إدلب وفق التقارير تماما التي أرسلتموها لنا أنت ومراسلين الباقين، حالة من الغليان الشعبي واعتراض الأهالي على هذه الصفقة، لماذا برأيك أنس؟ صحيح أحمد، يعني من المعلوم تماما أن محافظة إدلب الآن تضم يعني أناس وأهالي من جميع المحافظات، وكل هؤلاء لديهم معتقلون لدى النظام. نحن نتكلم عن مئات الآلاف من المفقودين والمعتقلين لدى قوات النظام في سجون النظام، سواء كنا نتكلم عن السجون المدنية أو العسكرية أو سجون المعتقلين السياسيين، سواء صيدنايا أو كنا نتكلم عن سجن عدر المدني أو عن سجن السويداء أو باقي السجون الأخرى والأفرع الأمنية، وحتى السجون
السرية المتواجدة في القطاع العسكرية. هناك آلاف المعتقلين متواجدين في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وفي سجون النظام، مصيرهم مجهول. الذين مصيرهم مجهول هم أكثر من المعتقلين، يعني ربما بعض الناس يعلمون أين يتواجدون أقاربهم في السجون. هذا الاحتقان وهذا الغليان الشعبي الذي جرى في المحافظة ليس فقط من قبل أهالي المدينة، وإنما من جميع الناس الذين لديهم معتقلين في سجون النظام، أتوا وكانوا يأملون أن يلتقوا بهم أو يخرجوا خلال هذه الصفقة. طيب قبل أن أختم معك أنس، التفاصيل اليوم يعني حتى اللحظة التي نتحدث بها عملية التبادل الصفقة متوقفة، هل من ردة فعل من قبل تحرير الشام على مطالب النظام على أي جديد في هذه الصفقة؟ نعم، إلى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من هيئة تحرير الشام سوى البيان الذي صدر عن الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لديهم عماد الدين مجاهد بأن العملية توقفت بشكل جزئي كون النظام أقحم ملف آخر في هذا الملف المتفق عليه، وهو كما قلت لك ملف القنيطرة. لن يسمح النظام بخروج أهالي القنيطرة حتى تسلم تحرير الشام. نعم. المعتقلين أو السجناء العسكريين الذين أسرتهم هيئة تحرير الشام من مطار أبو الظهور. نعم، مراسلنا من إدلب كنت معنا مباشرة من هناك.